سلام بنات، كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على استعدادات للدخول للحضانه. في الحقيقه هذا الفيديو ترددت بزاف قبل ما ننزلو، لان كنت صورته شحال هادي ولكن ما لحقتش باش نعملو مونتاج، ما كانش عندي الوقت للاسف. ولكن قلت بما اني صورته فعلاش لا ما نشاركوش مع الناس، هكذا اللي غادي يدخلوا وليداتهم السنه المقبله ان شاء الله يستفدوا منه. فنصيحتي لكم، اذا باقي ما سجلتوش وليداتكم سجلوهم في هذه السنه هذه، نظرا للاماكن القليله جدا. وما تسجلوش فقط غير في الحضانات اللي قرابين الدار، وانما سجلوهم حتى اللي بعادين نسبيا، هكذا كيكون عندكم فرص اكثر انكم تجبروا المكان. السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الامهات ملي كيجيو يسجلوا وليداتهم هو فين غنسجلوهم، واش في الكيندغارتن واش في الكيتا، وشنو الفرق بيناتهم، وكذلك شنو هو السن المناسب. فبكل بساطه الكيندغارتن هي ابتداء من 3 سنوات فما فوق، والكيتا اقل من 3 سنوات. والسن المناسب نتوما اللي غتقدروا تحدوه، يعني نتوما اللي كتشوفوا وليداتكم واش مستعدين يدخلون الروض اولا باقي شويه. ندوزو دابا للوازم اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للوازم اللي غادي نوريكم انا، فهادو هما اللي طلبوهم بنتي في كيندغارتن ديالها، ولكن عموما الاساسيات كيطلبوهم في جميع الكيندغارتن، وكتبقى الاختلاف اشياء بسيطه. فحال مثلا بنتي ما طلبولها شي فرشه ديال الاسنان والمعجون، طلبوا فقط 7.50 اورو، وهما غيتكلفوا لها بالفرشات وبالمهم تنظيف الاسنان. اول حاجه هو هاد الاغضنه ولا هاد كلاسور، هذا اللي كيجمعوا فيه الوريقات ديالهم اللي كيرسموهم ولا اللي كيلونوا فيهم، فكيجمعوهم لهم كاملين هنايا. وهاد البلاستيك هادو، هاد الباكيه كيجيو فيها 100، وهذه هي اللي كيعملوا فيها الورق كيف ما كتشوفوا هنا. سنيدله ديال الصيف، انا اخترت له هذه لان فيها هاد السميطه هادي باش ما يخرج لها شي رجله، وكذلك ممكن انها تعليها بحال هكذا بحاله اذا يعني ما بقاتش كتجي قاده وتقدر تلبسها اطول مده ممكنه. هادو مريحين بزاف وكذلك خفافين. وطلبوا لك كذلك السبيبط ديال الشتاء، انا اخترت له هذا كما كتشوفوا، كيجي فيها هاد السنسله مجوم فسهل انه يتلبس وسخيخن من داخل. ممكن تخليو لها نفس السنيدله ديال الصيف وتعملوا لها معها التقاشر، المهم انا بنتي التقاشر كتحيدو من رجلها، لهذا اخترت نعمل لها السبيبط ديال الشتاء. وممكن تكتفوا فقط غير بالتقاشر اللي كيكون فيهم هاد اللعيبات بحال هكذا باش ما كيزلقوش. وهادو فيهم جوج الانواع، كاين هادو اللي فيهم غير هاد النقيطات، وكاين هادو اللي كيجي القاع ديالهم كامل هكذا بهاد بلاستيك ولا سيليكون. هادو خديتهم من دي ام، غتحتاجو كذلك كريمه ديال الشمس والكريم ديال التهاب الحفاضات، وكذلك حتى الحفاضات اذا وليداتكم باقي كيستعملوهم. البيستا ديال الصيف، انا اخترت لها هادي من هاوند ام. حاولوا ان الحوايج اللي ديال الكيندغارتن يكونوا عاديين، ما يكونوش غاليين، المهم حاجه غير ديال القطن لان ما كيحتلوش عليهم كيكرفسوهم الوليدات. فانا اخترت لك كما كتشوفوا هاد التيشورت مع السري والعادي، وكذلك شطخان بلا، فملي كنقول يعني اللبسه تكون مكموله في حاله اذا وسخوا باش كيبدلوا لهم هما تما، وكذلك وحده ديال الشتا وطربوش طريبش هكذا ديال الصيف وطريبش ديال الشتا اولا ديال البرد. هذا انا خديته من فاميلي بأورو 99 في التخفيضات. مغلف هكذا من داخل كما كتشوفوا سخيخن، هذا مزيون بزاف ودائما كيكونوا عند فاميلي. الغطاء اختاروا نتوما الغطاء كما بغيتوا، انا في البدايه ديت له هذا خفيف ومن بعد غنبدل بشي واحد يكون سخون. واللبسه ديال الشتا اللي ضروريه جدا،
فهذه انا خديتها من فاميلي كما كتشوفوا كتجي بحال هكذا وبالقاب. مغلفه كذلك من داخل سخيخنه بزاف من داخل. وهذه الثمن ديالها كان 17.99 يعني ماشي في التخفيضات، تاخذوها في اي وقت. وهذا السروال ديالها او لا سالوبيت. وخذوا لهم شويه الطايه تكون زايده باش هكذا يدوزوا بهم العام كامل. وهادو السماطي ديالهم كيف ما كتشوفوا، حتى الا كانت طايه شويه زايده راه كيتزادوا وينقصوا. وهذا كان الثمن ديالو 12.99 كندون. غادي تجبروهم كذلك حتى في تي اوند ا، ولكن كيعملوا يمكن 19 اورو كل حاجه. وكاين في كيك الثمن ديالهم اقل، ما عقلتش عليهم بالضبط صراحه، كان شي 7.99. وعندهم هاد لاستيك هكذا باش ما يخرجوا لهم شي من رجلهم. وما تنسوش انكم تكتبوا الاسماء ديال وليداتكم في حويجاتهم كاملين باش هكذا ما يضيعوا لهم شي وما يتخلفوش مع الوليدات اخرين. وغادي تحتاجوا كذلك هاد لي بوط هادو ديال بلاستيك، حتى هما كيحميو لهم الرجيلات ديالهم من البرد من الشتاء، وهكذا كيحافظوا على السبيبطه ديالهم اللي كيديوهم معاهم. كيجي فيهم هاد الخيط هذا باش كيزيروهم على حسب رجلهم. وهادو حتى هما خديتهم من فاميلي، والحقيقه ما عقلتش على الثمن ديالهم. بالنسبه للرياقه انا ما طلبوهاش من بنتي، ولكن بما ان هي باقي ما كتعرفش تاكل مزيان بوحديتها ديت لها وحده. وكاينه بعض الحضانات اللي كيطلبوهم ممكن تديو لهم هذا الحجم هذا، ممكن تديو لهم الحجم اللي كيكون اكبر غادي يكون حسن. طلبوا لها كذلك اللعبه ديالها المفضله باش تبقى تديها معها، هكذا ما كتحس ب يعني كتحس بشي حد كتعرفه زعما في ديك الكيندرغارتن، ما كتحسش راسها وحيده، فكاينه المؤنسه ديالها. هي عزيزه عليها بزاف هاد ميني ماوس، فانا خديت لها وحده هذه يعني خديت لها جديده، وهي ديجا عندها وحده اخرى في الدار اللي دائما ما كتفرقاش. الى وليداتكم باقي كيستعملوا شنوله اولا سكاتة، فضروري تهما تاخذوا لهم وحده خصوصا في الساعه ديال النعاس. مهم على حسب نتوما الاستعمال ديال وليداتكم واش كيستعملوها بزاف ولا ما كيستعملوهاش. من ضمن البرنامج الاسبوعي ديالهم عاملين لهم واحد نهار في السيمانه يجيبوا معهم واحد الكتاب ديالهم مفضل، فانا هنا اخترت له هذا الكتاب هذا اللي فيه هاد الكلمات. من اللي كان في عمر عام بديت كنشري له هاد الكتبه بحال هكذا، صراحه مفيدين بزاف وغادي ينفعوا وليداتكم حتى ولا ما كانوش في كيندرغارتن، شريوهم لهم يقراوهم في الدار. وكذلك حتى بالنسبه للامهات اللي باقي يعني ما كيهضروش اللغه، باقي ما تمكنوش عاد كيتعلموها، غادي ينفعكم بزاف بزاف هاد الكتبه، تحفظوا منهم الكلمات مع الارتيكل ديالهم. بالنسبه للمحفظه انا حاولت ناخذ لها محفظه تكون دتها وخفيفه باش تقدر تهزها، لانه اصلا ما كتعملش فيها يعني كتبه ولا شي حاجه، كتعمل فيها غير بهاد ميني ديالها وشنوله. المهم هذه خديتها لها من امازون، وغادي نخلي لكم اللينك ديالها حتى هي في ديسكريبشن بوكس. كما كتشوفوا كتجي بحال هكذا، عندها هذا الخيط باش كتزير وكترخف، ومن داخلها هي عاديه جات سامبل، فيها غير هاد جويب هذا صغيور. وكاين هاد الجويبات هادو هنايا في الجنب. مهم محفظة صغيرة خفيفة قد طهرة يعني تقدر تهزها، واللي مزيون فيها هاد السميطة اللي عندها فيهم هاد الطريقة هادي، مهم باش كتشد باش ما يطيحو لها شي سميطة من طهرة. وكتجي معاها كذلك هاد السميطه هادي في حاله اذا بغيتو تهزوها نتوما ولا تعلقوها في كيندر فاغن، فبحال هكذا فيها هاد الجباده باش كتطوال. وصافي هذه هي المحفظه. في حاله اذا نتوما غادي تاخذوا وليداتكم ماكله من الدار، فغادي تحتاجوا بواطات ديال الماكله. انا بالنسبه لي فضلت ان بنتي تاكل تما،
وبالنسبه لكيفاش تتعاملوا مع وليداتكم في هذه الايام الاولى، الايام اللي غتكونوا كترافقوهم نتوما الكيندرغارتن، غتكونوا كتجلسوا معاهم واحد الساعه المكانه، كيفاش تصرفوا في ديك الساعه المكانه، كيفاش تتعاملوا معاهم، هادشي كامل غادي تجبروه بيرلينا موديل، وهي اللي استعنت بها انا وصراحه فادتني بزاف. غادي نخلي لكم السيت في الديسكريبشن بوكس هكذا باش نتوما تدخلوا تقراو وتاخذوا فكره. وصافي هكذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون فيتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غنقول لكم نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.